قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. اش هاد الشيء المعلم؟ زدنا شي شويه بلا دجاج الله يجازيك بخير. لا انت باقي كتشبع. انا شتي المعلم الا حصلت راني اللي غادي نودي. Thank you.
Je l'ai trouvé. Super. C'est génial. Allez. ديك بلاصه وانت عارفها مسكونه. ما قربناش تما اختي فاطمه، غير تلفنا على الطريق. كنتو على الطريق احيانا عليكم ولا معمرين راسكم بالكنز؟ غير اجي وخرج الكنز. الكنز راه حاضين وماليه. ما كاين لا كنز ولا والو. الله يهدي هاد الناس ديال الدوار. هذاك راه غير حجر قديم، حجر وصافي. ولا هاشمي باقي في مراكش؟ غدا ان شاء الله يكون هنايا. انا تزور الولد اللي يكون مقيوس. عيب عليك لا تقطعي من بعد زيارتي الخيط. انت متلوقة معلطة وانا مربوط لم كرباطي. كيف ما قلت لكم توصلت بأخبار مهمة جدا عن الشاغل في فرنسا. كتأكد بأنه أحد حكام زمن ما قبل التاريخ كان كيمتلك واحد الدرع، وهذا الدرع كتوسطه حجرة كريمة، وكان هذا الدرع كيعطيه قوة خارقة، وكانت الوصية ديالو قبل ما يتوفى هي أنه تدفن معاه هذا الدرع. هذه هي الخريطة ديال منطقة ياغور في الأطلس، ورا فيها بيانات مهمة جدا. أخبار مزيانة. على هذا الحساب غادي يكون اكتشاف كبير إن شاء الله. وأنا اخترتكم نتوما بجوج للكفاءة ديالكم في مجال الحفريات، وكتعرفوا بأن هذا الشيء خاصو يبقى سر بيناتنا. هذا الشيء اللي كنبحثوا راه كنز ماشي أي أثر عادي. الله يخليكم مزيد من اليقظة والحذر. شكون اللي غادي يخرج معنا في هذه الرحلة؟ غتمشيو نتوما بجوج وغادي تنسقوا مع المصلحة ديال مراكش، وراه السي أحمد في راسو الخبر. والله يوفقكم. ألو برقاش، كي داير؟ بخير، لاباس عليك؟ اسمعني مزيان، عندي لك شي أخبار مهمة. متأكد من هادشي اللي كتقول؟ معلوم متأكد. راه الكنز هذا ديال المعقول ماشي اللعب. شوف، عندي الناس ديالو. شنطة. المهم العملية اللي نجحت ضمننا مستقبلنا كاملين، أنا ولا أنت. صباش تفهمنا؟ يلا بسم الله. سلام. الو شلي، صافا؟ احنا دابا قربنا الصدات. لا غادي نزير. اشنو درت؟ تغديتو؟ بصحة. قولي انا شنو دار؟ ناس؟ ياك ما بكى عليا بزاف. يلا انا غادي نوصل مراكش ونعيط لك. سلام.
ولدك شحال في عمره؟ شي عام ونص. دخلتي للبلاد؟ هادي شي سيموا، ولكن مادام عندي مازال ما ولفت. كنت في الانجليزية؟ كان عندي ستاج تما مع العلوم الاثار والتراث. اخوان ديال مراكش ما كتعرفهمش؟ لا لا، انا يلا جديد، ما كنعرف حتى شي واحد. مادام ديالك خدامه؟ المدام عندها ديبلوم في الجيولوجي، ولكن مازال ما خدمتش. قول لي يا سي كريم. عمز جوج. انا الزواج ما عنديش في البرنامج ديالي، باقي كنفكر باش نمشي نعيش برا. انا العكس ديالك تماما. وعلاش ترجع لبرا؟ انت عندك هنا بوست مزيان. ودي ما كاين ما بوست، انا كيعجبني البيزنس. تبقى في الوظيفه وكتسنى كل شهر دوك جوج فرنك، ما قادين والو. انا واحد الانسان كتعجبو المغامره. يا الله يستر عليك ان شاء الله. انا حتى صافا شويه. والله باغي تحمقني. واش انت باقي صغري يسرقوا لك الفلوس؟ وعقلي لي العقل مقروب يا بالله، راه جنن لكو على هذوك اللي مجمع لنا. راه انا نقول لك كاع بصراحه، شنو وقع لي؟ انا مشيت عند مول البازار عطاني 20 ريال درتها في جيبي، مشيت زعما بغيت ناكل شي مكله في جمع لنا. وراه والله ما نسيت لك هذاك الشيء اللي قلتي لي باش نجيبو لك. انا مشيت بدي نخلص مول الماكله، وعقلي لي العقل ما لقيتش فرانك على رقبتي، ما لقيتش فرانك. كنت مبنج ها؟ وراه 20000 ريال هادي وورقة على اختها ها؟ وما حسيتي شي بها؟ نوض. نوض بارك عليك من الكذوب. وفين من نوض انا دابا؟ فين بيت نمشي؟ فين بيت نمشي؟ انا والله ما تنكذب عليك وعقل الله العظيم. وعقلي لي العقبات، الله ياخذ فيك العقدات ديري لي هكا، الله ياخذ فيا ربي يا ربي. أقول فين خسرتي الفلوس؟ وفين سهرتي؟ ها هي باينه في عينك راه. ها شي. الله ولا هادي خوك، ولا هادي خوك، دابا تديري لي هادي خوك. وي استبرقاش، العملية نجحت 100%. شكون؟ ها كريم، هو معي انا في الطوموبيل.
لا العمر كلشي بين يدينا، ما تخاف حتى من شي حاجه. واخا سلامه سلامه. الو الو جاك سي مو صافا؟ وي 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 كلشي غادي مزيان. من هنا لساعتين على الاكثر يكونوا هنا. وعلي على الاتصال. اوكي يلا. عندك شي معلومات على الاثار بعدا؟ معلومه عندي وعارف عليه كلشي. على انا شنو يا خدمتي؟ 50 وانا خدام مع نفس جاك. هادشي شكون هو جاك؟ شنو زعما برقاش ما قال لك والو؟ قال لي كلشي، ولكن انت ملي نكونوا مع الناس ديال مراكش ما خصكش تكلم حتى نعطيك الاشاره، فهمتي؟ باش ما تمشيش تفضحنا. سي كريم الخدمه ديالي انا راه بروفيسيونيل ماشي عاد مدير. سي ميلود ولا ناوي؟ اهلا سمت شيخ عارفين. لا 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 داكشي بس ما كاين براسك داكشي اللي دار خليفة غورها خطر بعدا تسكر. واش نقول لك الشيخ ما كاين ما نقول كنهار الداري ما عندهم عقل وداكشي اللي وقع عليهم راه غير هذا راه غير تقدروا في الطريق وصح. وفين هو خليفة؟ بغيت نشوفه دابا. موجود مرحبا ساعة سعيدة الله. واش غادي تتكلم معايا بالمعقول ولا لا؟ ماشي هذه هي المره الاولى اللي كتطلعوا لتما. والله العظيم الشاف لكنا غير كنقلبوا على الله تبنى شي رنب، وملي قربنا لتما ما بقيناش عرفنا فين حنا. اياه وكيفاش طرا هذا الشيء؟ صاحبك شاد الفراش وانت مضروب هكذا. خلعنا خرجت لينا بغلط القبور وكان جاي لعندنا خليفة هرب وطاح وانا دخلت في الشجرة. واش كتفلى عليا؟ ما شفتيش بغيتي تدوخني انا بغلط القبور بخرافة؟ اعترف بالحقيقة ولا غادي ندير معاك الاجراءات اللازمة. الله العظيم الشاف ما كان كذب وحق الله تخرجت لينا بغلط القبور. واش نتا كتظن بلي هاد الخرافات ديالك بغلت القبور غادي نكتبها في المحضر ديالي؟ خليك غادي تتكلم على خاطرك. واش جداك وما خليفة لتما؟ ياك عارفين ديك الجهة مسكونة ولا مشيتو تسرقوا الحجرة عاوتاني؟ اوه يا شيخ ولدي خليفة عمرو ما يسرق. الله يهديك أمينات، هو والمعطي كيقيلوا كيدوروا في هذيك الجهه ما عارفين بلي ديك الجهه حاضينها وعاسين عليها مواليها. معطي 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 ها اللي قلنا بغلط القبور. ميلود دي ولدك سبب ليه قبل ما يفوت الفوت. ونزيدك غير ابرا غادي يعيطوا عليه الجدرميه.
موعدنا في الاستوديو ان شاء الله. صوفوت ان شاء الله. تفضلوا. اهلا 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 اهلا. السلام. مرحبا. سي كريم. صباح الخير. كيف الرحلة؟ الحمد لله. عمر. تشرفين. اهلا. ما هي فرصة نقدم لكم الاخت سميرة. الاخت سميرة صحفية في الاذاعة المحلية هنايا وغتمشي معنا ان شاء الله في الرحلة ديالنا. هي سي لوكازيو باش دير لكوفيرتور ديال المهمة اللي غنقوموا بها ان شاء الله. اوكي نخليك مع الضيوف ديالك. مع السلامة. الى اللقاء. تفضلوا. سي كريم كنت مع الصفا؟ مزيان ولكن كتعرف مع الطريق كان شويه ديال العياء، ولكن ماشي مشكل. هذا الشاب هو سي عمر اللي جانا من اوكسفورد؟ لا هو سيدي. مرحبا بك في بلادك. بارك الله فيك. سي رشيد قال لي بانك كنت في بعثه مؤخرا. ايه كان في بعثه اللي كانت في استراليا وعاد دخل. سيدي تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. شكرا. كان عنيهم نقص كبير في الاطر اللي ممكن تهتم بالاثار ديال البلاد. اسمح لكم تعرفتوا على السي حسن. السي حسن اختصاصه حقبه ما قبل التاريخ و اليمون تري تري بريون. ميرسي سي احمد. نعم اخوان، هذه فرصه. انا عندي لقاء صحفي مادام بينا نكونوا كلنا مجموعين. اش دار لك سي كريم؟ ندوه موسعة تكون تخي بون اوكازيون باش نتكلموا على الاثار ديال البلاد والعمليات ديال التهريب ديالو. الا سمحتي يا سي احمد نخليوها لمره اخرى. كتعرف مع الطريق كنحسوا بشويه ديال العيا، خصنا نرتاحوا. معليش يا سيدي خذوا راحتكم. علموهم حنا على الاتصال. بارك الله فيك. شكرا سي احمد. الله يعاونك. مرحبا مره ثانيه. السلام عليكم. بعد هذه الاستراحة الموسيقية نعود بكم مستمعينا الأعزاء لضيف اليوم سيد أحمد اليتربي، مدير المركز الجهوي للنقوش الصخرية وباحث متخصص في الآثار. أستاذ أحمد، بعد الجرد الذي قدمتم حول مواقع الآثار والتي قلتم تفوق 300 موقع، ماذا عن تهريب الآثار؟ سؤال مهم وفي إشكالية أخت سميرة. أي إنسان بدون ماضي ما عندوش مستقبل، وأي بلد بدون ذاكرة ماشي بلاد، وذاكرتنا هي أثارتنا. فلهذا احنا كنحاولوا بجهد للحد من نزيف التهريب وتخريب الأثارات. إذن هناك تقصير من الدولة في الحفاظ على التراث. نعم. وما هي الوسائل المستعملة لحماية هذا الأثر؟ هناك عدة مشاكل لكتعرقل عملية حماية آثار، وعلى الجهات المسؤولة باش تقوم بجهد لوضع آليات ووسائل لحماية التراث، كما يجب القيام بعملية التحسيس. الأهم من هذا هو المشاركة الفعلية لكل السلطات بما فيها الدرك الشرطة والجمارك. الحقيقة الأخت سميرة كمواطن كنا معنيين بالأرض. وسيد الشيخ، وسيد الشيخ، وسيد الشيخ. أشكون اللي كيعيط في نص الليل؟ ما يجرى؟ أنا شو وقع؟ خرجت لي حتى أنا. أشنو اللي خرج لك حتى أنت؟ بغلت القبور، شفتها بعينيا. يلا زيد دخل. Thank you.
جاك. الله يسلمك ابو داري. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Excellent, très très bien, merci. Nous avons des informations bien précises sur le site de Yagov. Nous attendons de vous de nous ramener ce bouclier qui est dissimulé dans le tumulus. Un tumulus, c'est un ancien قبر قديم. في واحد تحفة نادرة هي اللي غادي نمشيو نجيبوها. سي برقاش. هذاك عمر نكون هاني من جهته. ما عندك علاش تهول. ما كاينش مشكل. كاين اللي غادي يقرر. المهمة ديالك انت سي كريم هي توصل للدرع. وعمر ها هو معاك. داكشي اللي تدخل عليه اللي طلبتي كله موجود. كريم غادي يكون حسابك في لاسويس. الباسبور اسم جديد والفيزا ديالو. زعما ايوا انا اش غديروا معايا؟ عمر تخليك انا اللي غنتكلم بيك. عمر غادي نطلب منك حاجه واحده، ما تكلمش في المسائل العلميه، لانه الا خرجت من فمك حاجه واحده ماشي هي هذيك غادي نتفضحوا. وهاد الناس اللي معنا راه ناس ديال الميدان مختصين. فهمنا؟ باش راه تبقى معاك هاد الايام حيت انا غدا عندي الخدمه فوريك. اش داك شي وريك؟ انا راه دا فهاد الواد دا مع روح عباد الله. وهادي الخدمه امي وزيدون الواد داروا ليه السد ما بقاش كيفاد. الواد ما تمشي تجوجي وتولدي وليداتك وتجلسي تقابليهم غادي ليا لداك الخلو القيفار تما تلقي الراجل. شكون عرف قدر تما نلقى الراجل. الو بشرى وهاديك الصحفية اللي قلتي غتمشي معاكم الدنيا هانية من جهتها. معليش ماشي مشكلة عمر غيتكلف بها. جاك مالو؟ شكون هو؟ شنو كيدير؟ خصنا نعرفو. جاك صديق قديم ديالي من اكبر السماصري ديال الاثارات في العالم. فين ما كاين شي تحفه نادره الا واخد تلقاه موراه. صافي بلاتي. الجنوب كتوفر على كثير من المواقع الاثريه. ممكن نذكر على سبيل المثال المنطقه ديال درعا اللي كتمتد من تغجيجن للطاطا والمنطقه ديال التلوات والمنطقه ديال الاوسرد. على العموم الحفريات بدات في الجنوب منذ 1876. هذا بالنسبه للجنوب بصفه عامه. اما الجنوب الغربي ديال منطقه الرباط ف1900
فتكتشف فيه أثر كيرجع التاريخ ديالو لأكثر من 65 ألف سنة بيان سور قبل الحقبة ديالنا. مشيتك لسبيلة في الدار البيضاء تم العطول على واحد الموقع سميتو سيدي عبد الرحمن، تم العطول فيه على بقايا إنسان سميتو لومو إريكتوس. لومو إريكتوس هو أول إنسان مشى على رجليه 400 ألف سنة هذه قبل الحاضر. الموقع ديال سيدي عبد الرحمن كيتعتبر مرجع عالمي. وشنو كتعنيو بقبل الحاضر؟ قبل الحاضر كنعنيو بها يعني زمان ما قبل الاكتشاف ديال الموقع الاثري. مثلا موقع سيدي عبد الرحمن تم الاكتشاف ديالو قبل 1950، يعني 400 ألف سنة قبل 1950. واضح؟ واضح، شكرا. مغامرة زوينة هادي. ومن غير هاد العملية ديال التهريب سي أحمد، كاين واحد الإشاعة كيقولوا بأنه هاد المنطقة هادي مسكونة وكتخش شي حاجة سميتها بغات القبور. سادة القائل، بغات القبور أو معيس القبور كما كيسميوها بعض المناطق في المغرب، هاد الأسطورة كنصادفوها بزاف في المقابر القديمة والأثرية. وحسب الأسطورة يحكى بأنه هاديك السيدة كانت إنسانة عادية كجميع النساء. توفى الزوج ديالها فسدت عليه في أيام العدة، فنزلت عليها اللعنة ومسخات، وكان العقاب ديالها هو الظهور ديالها في ظهر النهار كامرأة عادية، وبالليل كتولي داك الكائن الخيالي اللي كيسميوه الناس معيس القبور أو بغات القبور. لانه سي احمد في هذه المنطقه هذه كاين واحد السيد ما بين الحياه والموت، وكيقولوا بانه بالفعل خرجت له بغرض القبور. صلاه القائل، المخيل الشعبي عند الناس كيخليهم يتوهموا شي حاجه خارقه للعاده. ما عليناش، على كل حال كنتمنى لكم اي حاجه موفقه، واي حاجه احتاجتوا لها راه هنا، راه الاشاره كما كتعرف سي احمد. شكرا على مسؤولي، وعفاك ما تنساش تسلمها للاخوان. بالله ان شاء الله. شكرا لك سيدي. شكرا. شوف شادش منطقة ديكور هي اللي في عليها العلامة حمراء. هي هادي. ايه هي هادي. عندك ما لقاوش داكشي علاش كنقلبو. بروفيسور شارل عارف شنو تيدير. هو اللي عطى الخريطة للإدارة ديالو. واه. بصاب نضربو هاد الضربة. ايه داكشي اللي غادي يكون. قول لي وهاد البلاصة هادي مازال بعيدة؟ كاين الطريق. كاين السلام عليكم. وعليكم السلام. ورقة السيارة الله يخليك. لورد ميسيون
هاد الناس معكم؟ لا لا ماشي. بون غوت. ميرسي. دير الحزام السلامة الله يخليك. اهلا وسهلا. مرحبا بك السي احمد. بخير. مرحبا بكم السي حسن. صحبيك شفتيه؟ اهلا سي حسن. لاباس عليك. الاخت سميره صحفيه. اهلا متشرفين. لا متشرفين. السي كريم والسي عمر جاونا من البيرو ديال الرباط. اهلا مرحبا بكم. من سيد الحاج. مرحبا تفضلوا. يلا كيف داير الاحوال؟ الحمد لله بخير. مرحبا بكم. بارك الله فيك سي مصطفى. ساعة مبروكة هادي. الله يبارك فيك. نهار كبير هذا. الله. عندي واحد المهمة هنايا تقريبا فيها شي أسبوع، وكنطلب منك من فضلك يمكن لي تلقى لي شي ناس وشي باهم اللي عاوننا في هاد المهمة هادي. سي أحمد. نعم سيدي. الحاجة اللي بغيتوها نحضروها لعنا سيدي. هيا انتم جيتوا تقلبوا على الكنز. لا سيدي، احنا علماء ديال الاثار ماشي من هذوك المشعوذين اللي كيقلبوا على الكنوز. شكون اللي قال لك هادشي؟ هي هذيك بغلت القبور ما منها والو. اسي مصطفى داك كلام خاوي، ما كاين لا معيش القبور ولا ميحزنوا. بصحة الراحة تفضلوا. يلا سيدي قلب.
الأطار راه يجي نعاود تاني، راه خصنا نضربو تاني الطم. تا ضرب الطم غير عليا، وكتبين غير اللي بغيتي انت. سبحان الله العظيم في غير النقوي بيتك نقوري، وراه خصني نمشي ندبر بشي حجيره باش ندوز الشهر قبل ما يجيوني هاد خياتي هادو. ايوا هي اللي تقعدتي دابا، هادو راه ما فيهم حبه، ماشي بحال دوك النصارى اللي كانوا جاو ديك المره. تا هذا نظر الناس صراحه في الوقت وتسناو مرحبا بنا، ولكن في عينيهم كتبان لك بان الناس طامعين في الكنز. الو سيدي مشينا وتبعتنا القبيله كامله. مرحبا بكم. مرحبا بسيدي احمد. الله يبارك فيك. عندي ما نسالك باقي عقل عليا. علاش مالو ما يعقلش؟ هادي عاد عامين ما جينا مع مسيو شارل. هاني موجود الا خاصه شي حاجه. اش من؟ يقول ما قاس حد. لا سيدي. كيف خليتيه باقي؟ فتحت مقرب ليه، ولكن حنا كنخافوا من الجنون اللي ساكنين فيه. شتي يا سيدي، انا اللي عساس هنا وحق لي ليه الحق، يا ما تنقدر نطلع تما في الليل، راه تنخاف لا تخرج ليا. ياكي كاينه معيتي بالله خاصها معيتش. نتوما غير تكونوا عيتو طرق كلها وانتوما على رجليكم. احنا مولفين سيدنا يلا باقي تبعنا الطريق. سير هاشمي. نعم سيدي. بارك الله فيك. دوز شوفني غدا ان شاء الله راك تحتاجني. واقيلا يلا فيك. لا ما سخينا بكم. عاودوا انا سلم. نعم يلا كيفا. نعم تخرج معنا. We'll be right back.
انا زيرت ايش كيمات برافو كتعرفي تلعبي ها قولي لي شكون اللي علمك تلعبي الوليد الله يرحمه كان مولوع بالشطرنج وبكل الالعاب اللي كتعتمد على العقل وانت كيفاش اختاريتي هاد المهنة؟ والله ما نعرف كيفاش اجات غير هكاك نزيدو الشطريح؟ اه كريم سي حمام الناس ديال هاد الدوار ما كيعرفوش القيمه ديال الاثار اللي عندهم في هاد المنطقه انا كيبان ليا ما فيها باس انك تمشي عندهم تعطيهم شويه ديال الوقت تشرح ليهم تفهمهم بانه هاد الاثار راه المسؤوليه ديال الجميع وكيخصنا نحافظوا عليه ها هادي فكره غدا ان شاء الله غادي نرجع نشوف الشيخ ونتكلم مع الناس ديال القبيله وين غادي تكون فرصه باش ندي معايا سميره باش تعطي الطوق للروبورتاج ديالها ايوا نتوما انتخو الطون غتكملوا ديك العمليه ديال الرد ديال الموقع باش يسهل علينا داك البحث عن الدرع خذتنا الوقت يومين و ثلاث ايام كلهم محظوظين ان شاء الله سوقيش كريم حتى هو معكم يمكن حتى هو متفق معكم حقاش العملية كلها ما كيرفع غير انا وهو المدير ماشي سوقي صحيح
ما نعاونك حسن. سمحي لي حسن، شنو سميت هاد العمليه اللي كتقوم بها؟ فخوتي سميتها فخوتي، وهي عمليه نسخ هاد النقش الصخري ديال بوفيدي اللي كيرجع ل 1500 سنه قبل التاريخ، 3500 سنه للان. شكرا. Ah, c'est bon. Pardon. Pardon, pas sûr. C'est bien, c'est calé. C'est bon. 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 علاش الحيكة؟ شكرا. ميرسي. زين. شفت الرسم اللي نسخ حسن؟ شفتيه مزيان؟ العالم اللي شفت البارح في الخريطة ما بعيداش من هنا بزاف. خصنا غير نلقاو شي سبب باش نتحركوا من هنا. دابا خلي الأمور تبقى عادية. أسي حسن، ترى تبقى هنا ياك؟ وي اخوان. سي احمد، انا كيبان لي بانه الامور غاديه مزيان، كلشي هو هذاك. غادي نمشي انا والسي عمر، غادي نضربوا شي دوره هنا في هاد الجويه ونتلاقاو من بعد. ها حتى هذا نظر. نعم، ما تنساوش الغدا، ما تعطلوش. يلا رماين. كحل شاي. ها عندك الحق، تبارك الله عليك، راجل جديد. سعد عمر وكريم تعطلو، انا خليت لهم الطاجين ديالهم. يا سميرة مستعدة؟ يلا نمشي. انا موجودة. معاش غادي ترجع؟ لا تسال الله، كل ما تحب ان شاء الله. نعم. يلا سلام. Thank you.
شنو صرتي؟ انا خدام، بغينا نحدو البلاصه كيخصنا نركز شويه. واحد القضيه ما كناش نديروها. شناهي؟ ما كناش نخليو داك الفينومي ديال احمد يصورنا. ما غنجيوش نقولوا ليه ما تصورش، غتجي في شي شكل. المهم فاش رجعوا غادي نحيدوا الفيلم من لاباري وانتنوا من الصداع كاع. السلام عليكم. ام كتقيم خاب مازال الشيخ هذا سي مصطفى. وا سي مصطفى اهلا وسهلا. اهلا خاب. اهلا لالا سي مصطفى، جيت نشوفك باش تفسر القبيله شنو المهمه ديالنا وتعاون معنا الله يحفظ الوالدين. سي احمد نعم سيدي، الحاجه اللي فيها مصلحه بلادنا نديروها. بارك الله فيك. سفلدت مليحه تقبلت سفلدت. انا يا ونس احمد يخصايا غنتمعاون نكرتنا دانس كروفوس غفوس. اشكو تورا غير تي وين تديم الدوكانس قيس الخير دو فوركينت مازرت لنا ايوا قاتير قازم. سي مصطفى، العمل اللي كيقوموا به هذا الفريق العلماء خاص المواطنين كلهم يعرفوه، ماشي غير الناس ديال هاد الدوار. عندك الحق بنيتي. سيادنا، نتوما عارفين بان الدوله ما عندهاش الامكانيات باش تحرس كلهم المآثر ديال المغرب. مثلا الموقع الاثري ديالو كيمدن عساس واحد، الموقع الاثري ديال طاطا ثلاثه العساسه، الموقع الاثري ديال زاكورا عساس واحد، والخير كثير في البلاد. انا كنطلب منكم باش تعاونوا معنا ونحافظوا على التراث ديالنا. نتوما على القبيله عرفتوا شنو هي منطقه ياغور؟ ما نخبيش عليكم بانه كيسرق منا الحجر، كيسرقوه كيخربوا داك النقش اللي عليه. أسيادنا، هذاك التراث راه كانوا جدودكم وجدودنا ومستقبل ولادكم وولادنا. أنا كنطلب منكم باش تحافظوا عليه. استفل دمي الناس أحمد. إوا هاتي لازم صدغيك أنت معاون نقرتنا. فهم؟ يلا وتتفلات. شوف حنش، هنا خاصنا نحفر. واش متأكد هنا؟ متأكد ملي خرج الحنش من هنا الكنز كاين هنا، لأن الحنش كيعس عليه. Thank you.
صافا علاش واش ما كاينش شي ناس اخرين اللي كيهربوا الاثارات؟ حسب كاين واحد الفئه من السواح اللي كتجي خصيصا على قبل هذه العمليه هذه، فتم ضبط البعض منهم مثل تقسيم تهريب الاثار، ناهيك على واحد الاغلبيه اللي خرجت من البلاد بدون تفتيش. حنا ما كلهم واحد، ولكن احيانا الجمارك ما عندهمش اختصاص لتقييم هذوك التحف الاثريه. وعلاش ما ديروش واحد التعاون بينكم وبينهم؟ كاين هناك اتصالات وكاين عملية تحسيس، السي حسن راه عنده دراية بهذا الأمر، يقدر يتبع. ألو وي؟ مزيان، بارك الله عليكم، ميرسي. حسن 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 عرفتي شفين الكل مشى؟ هكاين حد فين غيكون مشى؟ حتى كريم انت كريم عمر تما تعطلو بزاف، غنمشي للموقع نمشي معك. يلا ما تنزعش جوج مرات. سيركش
حسن 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 كتسمعني؟ حسن اش كدير فيك هاد الحال هادي؟ حسن كتسمعني؟ اش كدير فيك هاد الحال هادي؟ كريم عمر شكون؟ كريم عمر وما دار فيك هاد الحياة؟ عمر 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 ضربني صرتو كيحفر في الموقع صرتو سمير خويا الريزو ما كاينش سميرة انا غنمشي للدوار نشوف الشيخ نمشي نجيب الاسعافات انت يا معاه دي بالك صافي J'ai l'impression qu'ils ont tardé là. Hein? J'ai l'impression qu'ils ont tardé. Thank you.
اش هادشي هذا هاشمي؟ لا 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 ما قداش على هادشي، هاشمي بزاف اليوم قد على مشاكل. سيري بحال، سيري دخلي للدار، سيري دخلي للدار، سيري بحال. ارفع عليك الشنطة. ما قبلتش، ما عندي بالي. اشنو وقع هنا؟ وقليلي العقل الجبت، ما عرفتش حاجه بوفوالا علي لاد، ما عرفتي والو. ريحتك راه عطات من بكري، ودابا جا الوقت فاش تخلص. شاف هذاك مزور واد سي كريم، تهنيتي تهنيتي تهنيتي، فين هو الدرع؟ فين هو الدرع؟ راه سيدي انت هذاك النصر اللي كان جا معاكم ديك المره، وعقليلي لحق. شاف عطيت تعليمات ديالك الله يحميك لوالدي باش ما يخرجش من البلاد. حتى جبتيها في راسك دابا وليدي. C'est la police. Lâchez moi. Si je suis pas un voleur, partir avec vous. Lâchez-moi. Moi seul connais la valeur de cet objet. Lâchez-moi. بعد أحداث الياغور التي تم حل خيوطها بإلقاء القبض على إحدى أخطر العصابات المتخصصة في سرقة وتهريب الآثار عبر العالم، نسجل وللأسف اختراقا آخر لموقع أثري آخر، وهو قبور المارينيين بشارع. وبما أن هذه العملية ليست